خدامين وقفنا وما يوقفنا رجلي شنو وقع. شحال انت موقف دابا؟ لا على حسب الاضراب، الاضراب هذا 10 شهور. وشركه شنو عملوا معكم؟ واش كان شي حوار؟ كان شي ما كاين حتى شي حاجه، شي تفاوض؟ ما كاين والو. خدمنا هذه دابا 15 سنه وانا خدام، دابا خلاه صافي. تواصلتي مع الشركه؟ لا والو. مع من؟ مع من؟ ماشي لا يستقبلك حتى واحد. الشواهد ديالي هنايا، كلشي هنايا. السبابط ماشي هما هادو، لا خدامين في واد الحار اللي يتفسكوا غدا عاود تعملوا. واحد اللي كاين، واحد اللي عطيه لك في سنه عادي يعطيك الصباط. بريت واحد الحبه في رجلي اليوم حتى تقطعنا رجلنا. المصير ديالنا فيه يخرج يشوفوا اش ماشي يعملوا معايا. واش باقي انا نخدم؟ عندي 5 العوال، 5 دراري كاملين في الدار، ما خدام حتى واحد الا انا. دابا ما كاين حتى شي حاجه. العمليه الدراري جمعوا لي، هذا الشيء اللي كاين. كما كتشوفوا عندنا جسدنا اليوم واحد الوقفه اللي كتجي في اتباع السلسله ديال الوقفات اللي هذه مده ديال سنه تقريبا، سنه 11 شهر، دابا داخلين في 11 شهر. والعمال انت كتشوف متشردين، ما استفدنا من 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 الدعم اللي عطاته الدوله ديال كوفيد، ما استفدين حتى شي حاجه. قطع علينا لا سينيسيس، قطع علينا لا ميتييل. السيد تقطعت رجلو، ها هو معنا هنايا، تقطعت رجلو ما استفد حتى شي حاجه، بالعكس خلص من عنده سميتو. والنتيجه ديال الخدمه ديال 20 سنه ديال العمال، انتم كتشوفوا التشريد ديال العمال. دابا ما كاينش، ما عرفناش حنا راسنا واش خدامين في شركه، واش خدامين في غابه، واش ما فهمناش فاش خدامين حنا. العدد ديال العمال تقريبا 500 عائله. شنو هي الخطوات المقبله؟ حنا مازالين صامدين الحمد لله. العياء بالمساومات، عياء بهذا، ما خداو من العمال حتى شي حاجه. حنا مازالين صامدين، تيكون الحل من عندهم. حنا اللي كنستنكروا هو السكوت ديال السلطه، السكوت ديال الناس المسؤولين على القطاع، السكوت ديال الناس المسؤولين على التدبير المفوض. كيف يعقل شركه اجنبيه دخلت لهذا؟ واش دخلت تخدم ويعيشوا معها العمال، او لا دخلت تشرد الناس؟ دابا 500 عائله، كاين اللي باع الحوايج ديالو، كاين اللي وصل للطلاق، كاين بزاف ديال الامور اللي زعما صراحه يؤسفنا. هذا الشيء هذا كي يعجز اللسان على شي حاجه نقولوها لكم، يعجز اللسان عليها. المطالب ديال العمال هو العوده ديال المطرودين. ما عندناش شي مطلب، ما كناش دافعين شي مطلب. حنا بالعكس كنا مدين له يد المساعده، وكان معنا كان داخل معنا في حوار، داخلين على اتفاقيه جماعيه. كنا غنسني واحد الاتفاقيه جماعيه، توجدنا لها كل شيء ديالها. وصل النهار الاخير كان عندنا سيناتور نهار 21، نهار 20 طرد السيد، طريت الكاتب العام. موراه كنتفاجئوا ب 11/1، مور ديك 11/1 ولا قال على اللسان ديالو، على فمو فهذا، قال لهم انا ماشي غير 11، انا كاينين كاينين 54 ولا 60 واحد اللي غتمشي، اللي غنسرحها تمشي. بالنسبه لهذ الوقفات، هي وقفات مستمره، ما غاديش نوقفوا، لان ما عندنا حتى شي حل من غير ان نخرجوا السريع. اضطرينا نخرجوا السريع واخا وضعيه وبائيه اليوم كنتواجدوا، وهذا هو الميساج اللي بغينا ندوزوه للجميع. واش هاد الناس مغامرين بصحتهم، مغامرين بصحه اولادهم من اجل لا شيء؟ ابدا، من اجل الحق ديالهم، المشروعيه ديالهم، وكنتمناو على الحل يكون اقرب. بالنسبه التصعيد غادي يكون، لان غادي تحط المكتب النقابي ديال امانور هو اللي غادي يسطر البرنامج الاتي، وبالتالي اللي غاتفقوا به بموافقه مع الاتحاد الجهوي. اذا ما يمكنليش نتكلم على التصعيد حتى يقولوا نديروا واحد الجلسه بيناتهم ويخرجوا لنا التصعيد. ولكن اللي كناكد عليه هو اننا ما غاديش نوقفوا، لان ما بقاش عندنا شي حل اخر من غير اننا نصعدوا. كنتمنى على الحل يكون اقرب، في اقرب وقت، لان هذا حل ماشي ديال العامل بل حل لاسره. وانا كنناشد جميع المسؤولين انهم يتدخلوا باش يوقفوا هذه المأساة، باش يوقفوا هذه الفضيحة اللي كنعتبرها فضيحة دولية بكل صراحة، باش يتوقف عمال ديال الشركة لأزيد من 12 شهر. هذا كيعني على أن هناك خلل ما يجب معالجته. والمناشدة الأخيرة، الله يجزيكم بخير، خصنا الحل،
باش كل واحد يرجع للمكان ديالو. ما كنتصورش انا العامل ديال 45 سنه فين غادي يمشي، سؤال فين غيمشي العامل ديال 55 سنه فين غادي يرميوه؟ اليوم هو في الشارع، شكون غادي يشتغل؟ شكون يقبل عليه؟ شكون يخدمه؟ اذا هو عطى عمره وعطى حياته وعطى صحته لهذه الشركه، على الاقل تردوا الاعتبار ديالو على الاقل. وبالتالي جميع المطرودين يجب العوده السريعه الى العمل ديالهم، وكذلك نجبروا حل مناسب للجميع. ما نبقاوش حنا ساكتين وهادو في الشارع والعمل خدام والشركه خدامه والاداره ساكته، لا لا، هذا ماشي حل. كنطالبوا بالحل سريع باش نوقفوا هاد المأساة اللي حنا فيها اليوم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.